بالعيال تونكو من قلب السلفادور. وصلت حاليا للسلفادور. طبعا السلفادور بلد مش امان خالص للاسف يعني، فانا حبيت ان انا اجي المكان ده، يعني اشهر مكان للسيرفينج، الناس بتحب تعمل سيرف، بس انا قلت اجي اتشيل واقعد هنا اريح شويه. المهم عشان ندخل السلفادور في شروط بسيطه جدا عشان ندخل بيها كمصريين، يا اما فيزا مسبقه من السفاره، ولا طبعا لازم حساب بنكي والاوراق الطبيعيه ورق شغل والكلام ده كله، يا اما فيزا كندا ساريه، يا اما فيزا امريكا ساريه ومستخدمه، يا اما فيزا شنغن ساريه ومستخدمه. بس تقريبا دلوقتي هو الكلام كله على امريكا. امريكا دلوقتي هي الاساس دلوقتي، اللي عايز امريكا هنا كانوا بيخافوا منها وعلى طول. بس الغريب في الامر ان الطبيعي ان في كوستا ان في سلفادور ما بيكونش في ختم عند الوصول، دلوقتي بقى في ختم. وهقول لكم الفيديو الجاي اللي حصل معايا، انتظروني في الفيديو الجاي عادل حول العالم.